يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً السبت طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ما إلا الحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وأيضاً عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.